حنا اليوم في واحد اللقاء اللي كيجمع مكاتب تكوين واستشارات المغرب هذه آه واحد واحد السيمانه وصلونا واحد لي كوغي اللي, اللي تيدورو ما بين كورية كوغي كتباتو لا سي جو لي جياك انك تقول لهم انها تحبس لي بلوكاج تبلوكي آه وما تخليهمش اونجاجيو لي زيتود لي زيتود د فورماسيون ولا دو ديغنوستيك استراتيجيك اللي هما ما يسمى بدراسات فرديه في تكوين في التكوين في تكوين المستمر. هاد الدراسات بانه بانهم دراسات اوليه ومهمه باش نقدروا ناثروا ونحطوا برنامج تكوين لاي شركه وسختو المقاولة المتوسطة والصغيرة. من بعد كاين لو كوميتي سنترال كتب لا كتب اللي جاك وقال لهم انهم ما غاديش غادي يشوف غادي يشوف معاهم واحد واحد اجتماع واحد آخر. هذا الاجتماع هذا ما فيهش نهائيا

واللي اللي زانا زاد طينا بالا وهو داك لو بي في واحد لو بي في اللي خرج ديال 28 ديسمبر 2021 اللي يلاه خرج دابا اللي تيقول اللي افتتحوا به الجلسه وهم تيقولوا ان هذه الدراسات الفرديه ما غاتبقاش كاع دونك هذا خرق للقانون القانون اولا كاين واحد لوا ما صوني صادق عليها في البرلمان حنا كنتسناو دابا النصوص التطبيقيه ديالها النصوص التطبيقيه لا سي جي ام اي لا اموندي لا لوا دوموندات لا دوموندون لا لوا دونك لا مانيول بروسيدور هو اللي كيحكم دابا فما حتى يعني شي واحد ما نلحق الحق انه يبدل هذه الاجراءات ويبدل هذه لي بروسيدور في في لي كونطرا سبيسيو